أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح توضيحي لما سنقوم بدراسته في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر أن عنوان الوحدة التي نقوم بدراستها هي رواية عائد إلى حيفا، فالهدف من هذه الحصة هو ربط موضوعات الوحدة بالمفاهيم الرئيسة والمفهوم ذو الصلة وعبارة البحث والسياق العالمي. أذكر أن المفهوم الرئيس في هذه الوحدة هو الإبداع، أما المفهوم ذو الصلة هو الموضوع أو النوع الأدبي، حيث سيكون النوع الأدبي الذي سنقوم بدراسته هو فن الرواية. عبارة البحث أن الأديب يبدع بطرح روايات فيها موضوعات تسهم في تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي، سنعكس ذلك فيما سنقوم بدراسته في هذه الوحدة. كنا قد انتهينا في الأسبوع السابق من دراسة الفصل الأول من فن الرواية، سنبدأ في هذا الفصل وهو الفصل الثاني بتحليل موضوعاتها كالتلخيص واستخراج الأساليب الإنشائية وذكر أهمية الأساليب الإنشائية في أي عمل أدبي. أقصد بالأساليب الإنشائية هي الأمر، النداء، الاستفهام، التعجب، وكنا قد ذكرنا بعض منها في مسرحية تاجر البندقية كما تذكرون أعزائي الطلاب عند تحليل العمل في الفصل الدراسي الأول. سنقوم باستخراج ما يشبهها أيضا في روايتنا، رواية غسان كنفاني عائد إلى حيفا، كما ستخبروني بماذا أضفت هذه الأساليب على العمل من صور وجماليات مختلفة، كما أنها أبعدتنا عن الملل وزادت عنصر التشويق ومعرفة الأحداث التي تتحدث عنها الرواية. كما أننا أعزائي الطلاب سننتقل إلى دراسة المضاف والمضاف إليه، وهي القاعدة الموجودة في كتيب المهارات اللغوية، حيث كما ترون ستلاحظون أننا سنقوم بدراستها من خلال تحليل جمل واستخراج المضاف والمضاف إليه من جمل ونصوص. دعوني أمهد لهذه القاعدة، فمثلا الجملة الأولى: نور الشمس قوي. لاحظ أن نور الشمس اسمين متلاحقين، أي تبعا بعضهما البعض. لاحظ أن نور هو اسم نكرة، أما الشمس هو اسم معرفة، وهذا ما أقصده بالمضاف والمضاف إليه، اسمين متتابعين، الأول نكرة والثاني معرفة. يعتبر الأول مضاف ويعرب حسب موقعه في الجملة، أما الاسم الثاني نحركه بالكسرة ويكون مضافا إليه مجرور بالكسرة. ونور هي جملة اسمية تعرب على أنها مبتدأ. كذلك في الجملة الثانية: أسمع بكاء طفل. لاحظ أن أسمع بكاء، أسمع هي جملة فعلية، فلا أستطيع أن أقول أن أسمع هو المضاف لأن أسمع هو فعل، ولكن لاحظ إلى أن بكاء طفل اسمين متتابعين، وعندما نقول أسمع بكاء، البكاء هنا كلمة عامة نريد ما يخصصها، بكاء ماذا؟ بكاء امرأة، بكاء طفل، بكاء من؟ فجاءت كلمة طفل خصصت المعنى المراد ذكره في الكلمة السابقة، لذلك هذه جملة إضافة فتعرب بكاء مضافا وحسب موقعها في الجملة، حيث ستكون مفعولا به منصوبا وهو مضاف وطفل مضاف إليه مجرور. عنق الجمل طويل. لاحظ أنها أيضا جملة اسمية تتكون من مضاف ومضاف إليه، فالاسم الأول نكرة أما الاسم الثاني معرفة، فيعرب المضاف مبتدأ مرفوعا وهو مضاف والجمل مضاف إليه مجرور. كما أننا سننتقل إلى قاعدة الاستفهام بهل والهمزة، وعندما أقول الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وأذكر بأن الاستفهام هو أحد الأساليب الإنشائية التي سنركز عليها في رواية عائد إلى حيفا. كيف سنقوم بالاستفهام بهل والهمزة؟ والاستفهام يقصد به أمرين، إما التعيين أو مضمون الجملة. فمثلا عندما أقول ألم ترغب في زيارة البتراء لتعرف معالمها؟ ستكون الإجابة بنعم أو لا، لكن عندما أقصد
التعيين كقولي أأنت مسافر أم أخوك؟ أريد واحدة من الخيارين اللذين قمت بطرحهما، فستقول إما مسافر أنا أم أخي. هذه الموضوعات ستكون أبرز مخططاتنا للأسبوع الثاني. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أشكر استماعكم ودمتم بخير.